بكم في دي ملابس سهريه جديده اليوم السبت 16 نوفمبر على قناه 9. تحيه لاحلى جمهور حاضر معانا الليله. تصفيقه كبيره على فرقه هيثم الهاني. برشا موسيقى، برشا ضحك، وبرشا جو يستنى فينا. شوفوا شو يستنى فيكم في سهريه الليله في دي ملابس. عندك أولاد في السر؟ عندي. تعرضت للخيانة؟ قديش تعطي روحك على 20؟ صفر على 20. أنا الوحيد اللي لابس حويج. عمر الزمان عجيب، لازم للظالم يوم. هل جربت المخدرات؟ آه. ضيعتك مثلت مع الصلم السوء وتو تمثل مع هاني رمزي، ما تخممش تفقد الذاكرة. أمير الوفي عقل ودفي، برنامج برنامج مشى برنامج مشى مشى. برنامجك بشي ممكن يوخر ولا بتاع شوية، خاطر الديكور ما حضرش ولا خاطر أنت مازلت ما هبطتش لفرنسا عملت شوبينج متاعك في اللبس؟ انا جيت كده وما فيش حاجه كده تيجي كده. اهدى حبيبي كده ماشي كلامي حبيبي. عم صالح انت قلت عندك شهاده في الصوفيه، صوفيا العمري ولا صوفيا الصادق؟ صوفيا الصادق. العمين يا رانا ديما ولاد. هذه دي ملابس السهرية متواصلة معاكم، وتوا عنا ضيف سبيسيال باش نقترحوه. لا 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 لا. سعدي سعدي الفازات تعملهم للضيوف مش للمنشط. نوفل نوفل. أي. انت تلعب مع الضيوف الكل تو، علاش ما تلعبش معايا انا؟ ما تدخلنيش في لعبه جو هكا. خاطرك انت كرونيكور، انا نلعب مع الانفيتي. إيه؟ يبدا جاي من برا، يبدا لابس مليح، يبدا برشا حاجات معناتها مختلفه. إيه؟ جاي من برا لابس مليح، هذيك حكايه اخرى نخليها حكايه اخرى. اما انا بالحق تحبني نكمل شيخ واموري واضحه خويا، نحب نلعب لعبه هيك فازه هكا، فهمتني؟ باهي اوكي سعدي مثال. شنو نخسروا معاك شويه وقت؟ شنو تحب نلعبوا سعدي؟ اي حسب رايك شنو تحب نلعبوا؟ مثلا عندي لعبة اسمها ذوق وطلع. ذوق وطلع. ذوق وطلع. والله نطلع على الاخر. تحب تدمق وتمشي. لا 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 مش دمق، لا جو سي ان جو. يعني وش معناتها ذوق وطلع؟ فسر. معناها ذوق الحاجة وتطلع شنو هي الحاجة هذيك، فهمتي؟ بعد ما ذوقها بيان سور. فوالا اوكي، جيبوا لنا الاكسسوار ومع سعدي باش نلعبوا ذوق وطلع. هيا سي سعدي. وي. ابدا تو ذوق بصحن بصحن. به. وكل حاجه ذوقها تقول لنا شنو هو. نذوق الصحن الاول. الصحن الاول فوالا. بسم الله. وي. به. هذا شنو هو سعدي؟ زيت. زيت، برافو يا سعدي. برافو، هذا زيت. يلا. زيد ذوق ترى مسحن الثاني يا سعدي. علاش ما نذوقش من نفس السحن؟ لا الثاني. لا اللعبة انك تذوق مسحن الثاني. رد بالك، ما تقولش أي حاجة، معناتها أعرف إيش خرج من فمك. لا مش سهلة. مش سهلة اللعبة هي. هذا شنو يا سعدي؟ هذا زيد زيت. زيت. يلا. سعدي ذوق مصحن الثالث. الثالث. وردوا بالك. الأول الثاني الثالث. الثالث. أعطيني الذواقة الصحيحة تبنن، زيد ذوق منه ثالث، زيد ذوق منه خاطر. لا باش نزيد نذوق منه من غير ما تقول لي. باهي باهي. شنية هذا؟ هو هذا زيت زيتونة صحيح. زيت زيتونة، برافو. باهي
هما ثلاثة زيت زيتونة، أما الثالث حسيته زيت زيتونة صحيح. هذا زيت زيتونة نحسه هكا صحيح، خاطر أنا جسوي عندي جوستاتور معناها محلف. عودة عودة، أنت شنو؟ ديكوستاتور محلف. محلف بي اي وكيفاش؟ معناها من اي معناها نقول صحيح. وكيف اسمعني، وكيفاش عرفتوا زيت زيتونة أصلي هذاك صحيح؟ هذا هذا مش خفيف برشا. اي ومش قوي برشا، معناها تحسه متوازن، فهمتني؟ اي ديجا نعطيك معلومة. وبنين برشا. بنين على الأخر. بنة زيت زيتونة حتى الصغار والكبار يحبوها. اي صحيح. اسمعني باش نعطيك حاجة. أنا ماك تعرف معناها عندنا زيتون وشي زيتون وكل شيء، أنا بابا بالحق ربي فضله يفهم في حكاية الزيت زيتون، معناها أي. أنا نفهم معناها أنا هو زيت الحر، أنا هو زيت المشبيه، أنا هو زيت المضروب، هذا خويا زيت صحيح. فوالا، أنت تعرفه مالا؟ بيان سور. ذقت مطعمه، زيت شنو هذا؟ زيت الجزيرة هذا صاحبي. استعملوه في الدار، برافو. بيان سور. زيت جزيرة، برافو سعدي. معناتها في الدار تاخذ ولادك كان زيت جزيره. صحيح، خاطر انا بابا يجيب لي زيت الجزيره، انا معناها كي عرست وجبت صغار نجيب في زيت الجزيره لصغاري زادا. لو الله الله، ونتوقع ولادك كي عرسوا باش يجيبوا زادا زيت الجزيره لاولادهم. لاولادهم، برافو سعدي. يكفي نشوفوا زيت الجزيره احسن زيت زيتونه تونسي. كي نقولوا احسن معناتها احسن، هو الاول في الاسواق التونسيه والاربع سنين. انت مازلت باش تاكل؟ لا باش نهزو باش تخرج. لا لا خلي. الاربع سنين الاخر احسن زيت زيتونه تونسي. وجديد مع زيت الجزيره انه شوف الكاليتي وتشوف ساعه، شوفوا الامبلاج محلاه، شوف الكاليتي نتاع الامبلاج، معناتها البنه كان مش في المطعم حتى الامبلاج مضخم برشا. سعدي كول. سفوا سعدي زيت زيتونه. دونك الامبلاج مضخم برشا، اون بليس جديد ولا فيه سبراي، هذايا اول زيت زيتونه يعمل سبراي تفشفش الزيت وتتحكم في كميه الزيت اللي تحب تحطها، دونك تختار سبراي هكا فما انواع وتحلو. انا مثلا قبل والله قبل ما نعرف زيت جزيره في البيرو عندي كعبه هكا سبراي على كي نفطر كي حاجه نفشفش زيت زيتونه فوق منها وتتحكم في الكونتيتي وتتحكم في المطعم. جيت زيتون الجزيره متحصل دونك على ايزو 9001 وايزو 22000، هو احسن زيت زيتونه تونسي وماخو الجوائز الكل، هذا الكل اللي يخليه احسن زيت زيتونه دونك واحسن زيت متوفر في السوق والزيت رقم واحد في تونس، هذا هو معناتها زيت جزيره. نحب نقول لكم حاجه، انه موقع جوميا تعرفوها تختار كان الكاليتي باهي، دونك على موقع جوميا.com بوانتين متوفر زيت زيتونة الجزيرة بأنواع الكل، اللي عندها برشا أنواع، عندها حتى الخل بأنواع الكل، معناتها تلقاو الشواء، تلقاو الكاليتي، تلقاو المنظر مزيان، حتى يجيك واحد تحب تهدي له حاجة من تونس ولا مش من تونس عايشك. فما المنظر ماكش انتي فما المنظر والكاليتي. دونك سعر الزيت 3 لترات اللي كانوا ب 31 دينار باش تلقاوه توا على جوميا ب 17 دينار أكاو. شيء متوفر في جوميا، زيت الجزيرة بالكاليتي أحسن زيت زيتونة تونسي بالكاليتي هذه، بالضخامة هذه، بالأنواع هذه، حتى في الخل عندهم والأسوام هذه، دونك حاجة إكسبسيونيل. وكيف العادة جوميا ما تنساش المشاهدين نتاع ديما لاباس، هذاك علاش فما أربعة مشاهدين يتفرجوا فينا توا كي يدخلوا الموقع jumia.com.tn باش يربحوا عولة عام كامل مع زيت الجزيرة. أربعة منكم باش يربحوا لو عام كامل من اهداء زيت جزيره، هذاك علاش انتم توا تدخلوا وباش تلقاوها في بلاصه مش لازم زيت زيتونه وعليه لوجو 9 وتكونوا انتم من الرابحين. وهذا اوفر جوميا في البلاك فرايداي، ونذكر زاده انه العروض في موقع جوميا وفي الابليكاسيون زاده نتاع جوميا، الابليكاسيون نتاع جوميا فيها برشا عروض، برشا عروض واسوام رهيبه جدا، التخفيضات توصل حتى ال 70%. شوفوا كان جوميا تعطيكم الكاليتي. دونك توا ادخلوا الموقع jumia.com.tn واربحوا عولة متاع عام كامل من زيت الجزيرة، زيت زيتونة رقم واحد في تونس. ميرسي جوميا، ميرسي زيت جزيرة. ما
زلنا معكم في ديما لاباس. نحب نشكر وكالة الأسفار جيم فواياج، ونذكروا لي جيم فواياج توفر لنا أرقى الخدمات كيما ريزيرفاسيون دوتيل، بيتري، أورغانيزاسيون، و سورتو الرحلات الخارجية، إسطنبول، المغرب، مصر، برشلونة، بلغراد، والداخلية مثلا توزر، جربة، برقة، وفي برشا بلايص أخرين أكيد وين تحب تمشي في العالم. أحسن ريزيرفاسيون تلقاوهم عند جيم فواياج، لي بوان دو فونت جيم فواياج بأسعار مدروسة وفاسيليتي دو بايمون توصل حتى 6 شهور. يلا نمشيو توا للفن الشعبي مع الأسطورة صالح الفرزي. يا مرحبا سي صالح، نورتنا وجمهورنا يحب يسالك. ان شاء الله بحول الله ديما لاباس الحمد لله. شنو الامبيونس، الجو، السياسه، شنو رايك؟ تونس لاباس زعما؟ الباب هذا ما ندخلش فيه وليد عمي. ليه؟ يزيني ما عادش عندي جناب الاستماعنا. لا ما عادش كيما قبل الدنيا. لا لا اكثر من قبل. شنو اكثر؟ ليه؟ القتل توا اللي سيمان برك توا. ليه ما قبل تقول كلمه صحيحه، ما توا معناتها تحس ال دوكا. باش نحكيو، باش نحكيو على برشا حكايات قبل. مرحبا بيك، تبارك الله عليك. معناتها انت اخر مره قلت لنا عندك برشا كليبات وبرشا هكا باش تخدم بطريقه ممنهجه، وين وصلت؟ وقتاش كليب الجاي؟ توا الكليب الجاي ان شاء الله شهر الداخل نتاع جنة وطرف كنار باش نعملو. جنة وطرف كنار في ديسمبر باش يكون. ان شاء الله ان شاء الله. ايوه، عملت غنية جدد انت؟ ايه عملت غنية جدد، عديت يا مولات الثانية شهز زمان. شهز زمان غرايبو بالجملة. بالجملة شلزني شلزني حتى الواد يهزني. اما العباد مازالت تحب القديم. هذيك المشكلة توا، انا حتى في سهريات نقول لهم اغني لكم جديد يقولوا لي لا 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 اعطينا القديم. اعطينا القديم. انت قلت انه عملت تجربة مع باند، اما قلت اللي يغنيوا المزاودية اللي يغنيوا مع ديرابور اللي يحبوا يحيروا اساميهم اكثر. انت العكس، يظل اللي باش يغني معك هو يحب يحير اسمي. اي واضح واضح. انا ما نحتاجش الواحد باش نعمل بيه باز. ما عادش نحتاج الواحد باش نعمل انا نغني معاه نعمل انا باز. لا، اللي باش يغني معايا هو اللي باش يعمل باز. اما زاد فيها رساله نتاع راك متواكب مع عصرك، خاطر الشباب ولا يحكي بلغه جديده علينا معناتها. يلزم يكون هكاك الفنان يلزم يتاقلم مع كل عصر. لازم يتاقلم. ترى باش نبدا نسالك في شويه اسئله وحاول تجاوبني بكل برود الدم. اذا نعطيو نوت على 20 للفنانين الصحاح، قداش تعطي روحك على 20؟ 0 على 20. لا تبالغ. 0 على 20. علاش 0؟ مازلت ما خلطتش محقق اللي حاجتي به. مازلت شنو تحقق معناتها السكسيس؟ مازال عندي شيء في مخي ما خلطتلوش. مازال اي ما السكسيس عديد المواهب اعلنتها واخفيت ما شانها اعظم، فلا تبحثوا عن مكاني اذا فلن يدرك الخلق ما اكتم. اي اما ما نعرفش يعني بتترى بر الفن، اما انك باش تعمل اغاني ناجحه كلي عملتهم هذا امر مستحيل. عليه مستحيل. مستحيل. انا كل عام قالوا صالح ما عادش يعمل كيما اغنيه يا تليفون، عملت لهم قالوا لي روح براني. قالوا ما عادش يعمل كيما بدلتني، عملت لهم يا بياتني. قالوا ما عادش يعمل كيما ميقوده، انا محضر توا وحده اخرى في بلاصه ميقوده. نيران قلبي ذوات عملت بهره، كواني الفراق هيهات منه نبرة. ما نبراشي وبين الضلوع نيران ما تتفشي، فارقتها أم الخدود شويشي، ذاب لبدن العظم كيف الهضرة. الله به به. عندي سؤال. وزارة الثقافة تفلس وأنا ما نفلسش، موهوب أنا. اي اما موهوب هذا مما لا شك فيه وتو نحكيه، اما ما عادش تنجم تعمل اغاني في نجاح الاغاني القدوم. ليه ليه يهديك يا شكوية ساعة سي صالح. شوف كنا نحكيه على اغاني عملتهم ما نجحوش كيما القدوم، حتى كانت نجم بتتر الله اللي قدر لازمك ربطية جديدة، بتتر لازمك ازمة، لازمك لطف عليك وعلي اما لا 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 نكتب من الماضي يعني. اي اما الماضي وانت سقيك على الجمرة مش كيما تصور. لا 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 كيف 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 كيف. تخممت فترة انك تعتزل الفن ولا لا؟ بروشينمون مش توا. باش تبدل؟
مش مبدل ما ينوب ربي معناها توا واحد باش يموت شاد الميكرو في يدو ما تصيرش ما تجيش انا بولد اولادي باش يجيني وقت معناها باش نمشي نعمل حجه اون فوا كان حج فاه شنو نحج من بعد نرجع للبان البوات ولا الواحد ما تجيش نعتزل ونجبد روحي في البركه معناتها انت ترى اللي تعمل فيه ما 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 تعمل فيه ماكش مقتنع ليه ليه مش حكيت مش مقتنع ولا ندخل في حلال وفي حرام وفي كذا ليه 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 ما دخلتش عملت كما نقولوا مستقبلي ما عادش عندي جاهد انا باش نولي نفارع في السهريات ونولي نتبع للصباح نغني للصباح نصل للصباح ونسوق ما عادش نعمل واحد يعمل مشروع حط ساق على ساق ويقدر روحك مشروع معناتها قالوا لي تعمل في فورماسيون ميكانيسيان الكتريك بالحق حاجه هكا دياغنوستيك دياغنوستيك معناتها ناوي ناوي بالحق تعمل مشروع وتبطل الفن ان شاء الله ان شاء الله مش توا معناها من هنا لقدام مش توا باهي باش نبداو نحكيو سي صالح يحكى ان يقال ان وانت نحبك تجاوبني بكل صراحه يقال ان يقال انا من المفروض راك توا مليونير اذا مش اكثر لكن فلوسك الكل ضاعت وضاعت في برشا شيخات المدة اللي خذيت فيها السوكسي صحيح لكن من بعد كي تحطيت في إقصاء ما عادش تصور فلوس قعدت سنين سنين تنجم تقول أكثر من 30 سنة مسكرين علي أما أنت غلطك أنك ما حسبتش حساب غدوة في طموح السوكسي كل فنان في وقت طلوع وراه يتلهى باش يحب يعرف بروحه في السلوسات راه يزمو يدور باش يصرف باش يتعرف فوق ما نحكيش على فنان يدور ويصرف نحكي على النجوميه ضربت لك في مخك ما عاد يوقفك حد الشيخات العلاقات محبوب بارتو تحوص في جاكوار معناتها حط في بالك راه ما كانش تم فلوس كما توا لا في وقتها كانت مرقاز بدور واش بيك خبزه ب 40 فرنك معناتها انت وقتها عندك جاكوار عندك مونجيلا ب 500000 شكون عنده مونجيلا ب 500000 اللي الموظف يخلص 60000 وقتها اي انا هذوك فلوس صورتهم في باريس اي 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 شريتهم باريس لا لا ممكن تقول لي الفلوس شريتهم شونزيليزي اي نعرف كي تقول لي الفلوس مش توا صحيح وقت الموظف يخلص 60000 وانت عندك مونجيلا ب 500000 لا لا 27 دينار برك 27 دينار اي انا صورتهم في فرنسا الفلوس مش هنا اي يقال انه فما برشا كتبوا لك ولحنوا لك ونسبتهم لروحك وفما شكون يقول انه الكل في قعدات وسجون يتذكر اللحن والرفران وانت تاخو وتكمل الباقي هذا يقال انا عليك. اللي خذيتهم من عند الناس اي تكلمت عليهم وقلت عليهم قلت باعوني بلا دلال جابها مستعب سلام ونظمتها انا وقلت له عندك دروديتور قال لي لا صالح اكتبها باسمك هاو يسمع فيا قلت سمعت شري يبو في حمام لنت من عند ديوة المقطع الاولاني بركه وكملتها انا وعملتها باسمي لانه هو ما عندوش دور دكتور قلت راني خديت يوم سهر اثنين الليل حتى الفجر ومن عند سيري ذا القلي هو اللي اعطاني البيت الاولاني قال لي كملها ولحنها وسجلها خديت اغنيه من عند شو اسمه احمد الزاويه وخديت من عند علي العيد هذوما الكل هم حاطين اساميهم في الدرودوتر نحكي على لي سوكسي الكبار لي سوكسي الكبار انا هم لي سوكسي معناتها من جنه وترافيك نكتب نتاعي كلماتي والحاني إيه؟ بالدرودوتر بكل شيء لا لا درودوتر انت بيان سور ولكن يقولوا انه 90% منها ماخوذه من السجون ومن القعدات والدليل انك توا اغانيك الكل ما عادش نجم تنجح كيما ذوك عليه شنو من السجون ومن القعدات شكون كان يغني فيهم الاغاني اللي غنيتهم انا شكون كان يغني فيهم صح؟ معني اغاني شعبيه ما قطعها ما يبدا رفران ولا لحن موجود تتقال في حبس في ناس ناس مرابيط تكتب واحد وانت تاخذ من عندهم هذا يقال ليه لا اخي انا عديت طول طون في الحبس انا عديت 3 شهور عسكريه راني اللي قلت لك العبس وحاد وشهر بحاد في مرور اللي تتكلم عليه انت هذا يبدا معدي 20 سنه باش ياخذ منه ومنه 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 هما كيما خلطوش باش يكتبوا كيما كتبت انا ماك تعرف الشجرة انا هي الشجرة اللي يضربوها الشجرة كان التوسي ما يضربها حتى حد كي تعد التوته ولا الكرمه يضربوها بالحجر باش تيح الغله ياكلوها جوستومون انت دخلت للحبس على مشاكل وحوادث مش على النضال كيما لمحت وحكيت في فتره من الفترات يعني ما دخلتش للحبس لانك مناضل ولا تقول كلام لا دخلت في امور شخصيه خلينا نرجع ساعة لا اي قضيتي الاولانيه عسكريه ضد الامن بدات بالامن اش معناتها ضد الامن؟ مع الامن مع البريغاد
معركة مع البريغاد. شمعت قضية عسكرية؟ معناتها هرب من الجيش؟ ليه ليه، أنا عسكري وقت اللي عملت القضية مع الأعوان، أنا عسكري وقتها. إيه؟ إيه؟ فلا معناتها أمور أمور إطار. هذيك البداية. إيه؟ هذيك بداية، هذيك بداية. تو العسكر والأمن يعملوا غلط. إيه هذيك بداية. ما عندهاش علاقة بالبداية. لكن من بعد برد علينا رميمة هي اللي ولات المشاكل فيها. يا ما دخلتش الحبس بسبب أغانيك. دخلت أما مش قضايا. توقيف. كان في وقت بورقيبة هم يسمعوا فيا الأمن ويسمعوا فيا الناس الكل. وقت بورقيبة كان البوليس يحكم كيما كل جمهورية. هز حط غادي خليه على دمتي. جمعة 10 أيام بعد يجيني بعد جمعة 10 أيام. علاش هذا الكل؟ تعرفش علاش؟ أنا ما نمشيش مع السيستم، ما نمشيش مع السيستم. الهادي مع السيستم. سمعت صالح فرزيد شبيه؟ هكا مجدود في الحبس. مرة اثنين ثلاثة، تعرفش كيفاش؟ يا فار حبس، هو فار حبس، أي سايب عليك منه تلفت لغيره. تشويه السمعة. تشويه السمعة هذاك هذاك معقول. به. يقال انك كنت قاهر قلوب البنات. لحظه واستغليت هذا مع جات فتره ما انك معروف. شو معروف؟ معناتها قاهر عندك علاقات كبيره. عندي علاقات، لا عندي والو، عندي شبيك كيف مش توا، لا نحكي في الطنبك، لا مازلت مازلت توا باش نحكي علاقه معينه. ممكن يحبوني على فني وكهوه مش تشنو تو حتى تشنو تو حاجه وقت الشباب يا اخي. شنو ايه وقت الشباب؟ كل الشباب الكل فوالا. لا ماكش شباب انت وقت شنو من الشباب شايب انا لا انت وقت شباب وستار وبوغوس وستار وناجح وغنيك الناس تعاود فيها. من جبت بوغوس تو انا بوغوس وانت تبارك الله عليك. حاجه اخرى ثم حتى علاقه حب قديمه شعره لها زدتك للحبس برشا قضايا وما تحرق علاقه حب لانك حبيت إنسانة ما يلزمش تتحب. ما تعرفش حبيت يا قلبي وما عرفت شكون تحب. اي إنسانة عندها شكون في السلطة. لا ما نلعبش لفوقك ما نكذبش عليك. لا ما في بالكش انت. انا في باليش. اي ما في بالكش. لا في باليش انا. لا يا خويا. شازني لهم انا دونك. مشيش غادي. صارت لك مشكلة كبيرة بسبب علاقة حب مثلا؟ ايه ما شنو عند الحاكم والسجون والواحدة؟ لا مش سجون علاقات معناتها اللي ايه ديما العلاقات هذيك تعرف هذه تعرف انت وياها تعرف على الاخرى تعرف انت وياها هذيك نورمال عادي عند الشباب الكل هذيك. باهي ومع فنان صارت لك معركة بسبب حب ولا حاجة؟ لا 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 عندي مشاكل انا والهادي على حب الغناية نتاع جنة وطرف كنار. جنة وطرف كنار وفي فرنسا. هذاك في فرنسا. في فرنسا امور اخرى خويا. شنو الامور؟ احكي لنا على جو فرنسا قبل يا حسره. لا مش كيما هنا خويا. حاجات اخرى في فرنسا. فرنسا وقتها كانت من غير فيزا. من غير فيزا وكانت ال 100,000 تونسية تجيب لك 100,000 فرنسيس. انت قاعد في قاعدة تحكم لي نبعث صاحبي للدار يجيب الباسبور نبعث في قصة تذكرة نطلع لباريس كيما اللي ماشي الباجة ولا ماشي الرمال. صحيحة معناتها الدنيا كانت مبدلة على الأخرة. كانت والله رغم المساوي نتاعها ورغم 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 كانت باهية. علاش ما مشيتش استقريت في فرنسا مثلا؟ استقر في فرنسا ونخلي عائلتي. اي معناتها وقتها سي سعدي مرحبا عايش. شكون اللي معك؟ انا جبت معايا صديق كي تسمعوا مش يقلد صالح الفرزيد، كي تسمعوا صالح الفرزيد. صالح الفرزيد بيدو مش بيدو معناها توا سي صالح يحكم بيديه بيديه مش بيديه صحيح بيديه توا كي تسمع الفرزيد بيدو بيديه بيدو شخصيا بيديه بيديه هاي دي تراح لنا الميكرو خلينا نسمعوا الفرزيد. اي اوكي اي حبيت نستغل وجود الفنان صالح الفرزيد باش نحكيكم كيفاش نقضيه على حس الفرزيد. لحظة اوه ماهوش صالح الفرزيد هذاك. علاش جبت معايا الطفل هذا؟ خاطر كيف نحلوا ناشيونال جيوغرافي ديما نلقاو كيفية تكاثر شجرة الزعفران اللي هي المركز الأساسي لتمركز طائر التبيب المعروف بمنظر الغريب، وهذا يسبب تلوث كبير. والسؤال المطروح وينو لبيب؟
ينجم يكون طاح على المادة المخدرة كيما ينجم يكون تعثر فيها وبرا، خاطر نعرفوا اللي أي إنسان يا سي صالح ينجم يطيح خاصة الصغار كي يبداو مازالوا كيما تولدوا. هذاك علاش ما نجموش نشريو الكهرباء اللي نحبوا عليها وكيما يقول المثل الفرنسي. أيوا بسكتنا الفرزيت فرزيت لحظة فهمنا معناتها هذا هذا إبداع يقلد فرزيت. ما تبي تبي تفضل أي تفضل. كي إي دي دون ميدسان أج أو كاشي. فسر إلي. الله يبارك. كي إي دي دون اللي فيه دي دون ميدسان ميدسان طب طب معناها جمع طبيب ميدسان طب وكل شيء أج عمرها أو ما كشي ما تتخبى اللي فيه طبع عمرها ما تتخبى. عايش مرسي عايش مرسي. ليه هزوا مع الفرزيت يا معلم هز لي الفرزيت. فرزيت فرزيت نسيت فرزيتك نسيت فرزيتك. يلا نستمتعوا بالموسيقى مع صلاح الفرزيت ترضى علينا يا لميمة. هديت انا وانتي ولبات لبات تواجب الداية الداية حضرت امي وبكى حضرت امي وبكى كان واجب الغناية يا الغناية ضمينا يا الأميمة رانا مضامي ضمينا يا الأميمة رانا مضامي ضمينا يا الأميمة رانا مضامي طبنا وفي العفو يجينا طبنا وفي العفو يجينا ستة وسبعين برا 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 لعلينا يا الأمي أرانا أولاد صغار لعلينا يا الأمي مارانا أولاد صغار لعلينا يا الأمي أرانا أولاد صغار البوليسية تجري ورايا حتى الباب الدار البوليسية تجري ورانا حتى الباب الدار برا برا عملوا فيا يا الأميمة حتى شاد الراس عملوا فيا يا الأميمة حتى شاد الراس عملوا فيا يا الأميمة حتى شاد الراس التفتيشات تجري ورايا حتى الباب الأخوات الغري قاعد يتبع في حتى الباب الأخوات طرطا با 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 لا با 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 لا با 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 لا علينا يا الأمي رانا ديما ولادك
رد علينا يا لبي ما كنا دي مولاك لغيت يا لبي رنا دي مولاك يا امي ما يعزيز عليك رينك حسادك يا تونس يا عزيز عليك رينك سرانا بابا 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 يعطيك الصحة يعطيك الصحة سي صالح على الغنية هذه. حكينا دونك على الجو على الدنيا. أنت ما عادش تغني برشا في المهرجانات، تغني أكثر العروسات. هل نجم نقول عليك مزاودي استعراضي؟ مش مزاودي استعراضي أنا يعني. مال علاش ما تحبش المهرجانات؟ هما بعثولي ولا تفكروني في المهرجانات باش نمشي لهم؟ أثر لتوا البويكوت مازال. بعثوا لي مهرجان في جوان ظهر لي ولا في جويلية في تعرف وين؟ وين؟ حبس مرناق. حبس اي اي مشيت هزيت الفرقة وعملت العرض قلت ما يسالش ناخذ بخاطر هي التوا ما خذيت حتى برانك. التوا ما خذيت التوا خلصت التوا خلصت مهرجان واحد مهرجان واحد والله بورتون معناتها متحرك تظهر في الشباب. لا تحلوا معايا صرفوا صرفوا برشا السنة معايا. رزموك العروسات مازالوا يحبوك يعيطولك و فكرتني نحب نوجه تحية للحاضرين هذوما ونوجه تحية للشعب التونسي كله بالأخص بالأخص اللي جابوني لديارهم في وقت اللي أنا مسكر عليه بورقيب وزي العابدين وأكلوني شربوني وكيفوني وصرفوا عليا وعاونوني باش عاونت عائلتي وعاونت واحد مع كامل احترامي للوزارة وللجماعة كله. يعطيهم الصحة. يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم ونشكرهم. يعطيك الصحة باش نستقبلوا توا الجوابات من عند المواطنين قدمهم رمزي هل تعلم. مرحبا عم صالح. مرحبا بيك. يا فنان قيدوم المزود الشعبي والفن الشعبي. اما انا راه بعثوا لك جوابات ناس تحبك انا خاطيني قالوا لي وصل وصل. باهي باهي تبداش تسال في روحك. الجواب الاول ما عنده اي الخطير بسشوار حارق سمير. فوالا. عم صالح انت ديما تعود في اغانيك، يا اخي ماكش حافظهم. حطيتهم في كتاب وما حفظتهمش. اوكي. هذه ما عند كريم شعر المقص علي اكبر خطر. الجواب يقول يا عم صالح، صالح الفرزيد كي يغني في العروسات وتلحم عركة ما يخافش من الضرب، يخاف من الفليتوكس. خاطر فرزيد. فرزيد فوالا. فرزيد. دونك الجواب هذايا نقراه ما عند شكون؟ ما عند أماني فريب ديما عندي قريب. صالح الفرزيد قلت أنه عندك فيلم يحضر اسمه الأسطورة، شكون بطل الفيلم؟ فهمي الرياحي؟ مثلا. والجواب صحيح. مضحك حد. هذايا ما عند وحيد صعاف في الحومة أكبر قحاف. عندي زهر فيها من القحافه يعني. اخوي بنديت السبعينات كانوا يحبوا يفكوا لك فلوسك، يا اخي بنديت الالفينات فكوا لك غنياتك. صحيح صحيح. صحيح هذه صحيح. وذي اخر جواب عن سمير قفل اضربه بكف تو يتحل. تضربه هو بكف ولا انا؟ لا هو تضربه بكف يتحل. يتحل. عم صالح انت قلت عندك شهاده في الصوفيه، صوفيه العمري ولا صوفيه الصادق؟ صوفيه الصادق. سي صالح يعطيك الصحة، إن شاء الله ديما نشوفوك هكا متعلق وديما نشوفوك ناجح. دونك بعد شهر في ديسمبر باش يطلع كليب جديد. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا ربي ديما ناجح ومتعلق. نخلي لك كلمة الختام للتوانسة اللي يتفرجوا فيك توا. سي صالح تحية للأخيان الكل والأخوات اللي يتفرجوا فينا في التلفزة، وإن شاء الله نقدم لهم أغاني جديدة اللي تنساهم في الأغاني القديمة بحول الله. وراني نحبكم الناس كل كيما تحبوني، راني نحبكم الناس كلهم. يعطيك الصحة سي صالح بارك الله فيك. نورنا شيخ. عيد ميلاد يحفل البلاد، كارفور ماركات يحتفل بعيد ميلاد العاشر ويحفل البلاد الكل. زوز كراهب مزيانين للربح، كارفور كيس
انيماسيون فور انفون 10 فيزين ب 100 دينار كل يوم وبرشا كادوات يستناو فيكم كارفور ماركيت. دونك كيما تشوفوا وانتم اكيد تشوفوا كي تمشيوا الكارفور ماركيت لعيد ميلاده العاشر يحفل البلاد، مازال متواصل حتى 24 نوفمبر يحفل البلاد الكل. كيما تعرفوا لي ماجازان كارفور ماركيت موجودين من الشمال الى الجنوب، وبمناسبه العيد ميلاد تهديلكم برشا كادوات كارفور ماركيت. أبار أنك تمشي تقضي أكبر كادو تلقى لي زوفر تلقى اللي تتمناه الكل، تهديلكم زوز كراهب للربح. وبطبيعة لي برومو لفريات على طول العيد ميلاد، الربح كل يوم ما يوفاش في العيد ميلاد. كارفور ماركيت كل يوم يربح 10 أشخاص 100 دينار في شكل نقاط وفاء، وهكا تنجموا تبدلوهم التيكي كاش، اون روميز اكسيبسيونيل كل نهار ثلاثة سور اون مارك بالبطاقة وفاة، تمتعوا فيه بتخفيض على لي برودوي الكل متاع الماركة من الماركات. هذه هي الكارت وفاة باش تعرفوها، وأكيد كي تمشيوا الكارفور ماركات أنتم تستعملوا الكارت وفاة هذه، ويزيد يحفلها في العيد ميلاد ويحط على ذمتكم دي زوفر أخرين هايلين كل جمعة وسبت وحد من أيامات العيد ميلاد. واليوم باش يكون نهار مش عادي في حياة واحد منكم توا يتفرج فينا، اللي تبعوا فينا وقررتوا باش تحتفلوا مع كارفور ماركيت بعيد ميلاده اللي محفل البلاد بصراحة كادوات اكسيبسيونيل. دخلتوا في قرعة الكرهبة على خاطر باش تكتشفوا اليوم شكون سعيد الحظ اللي باش يخرج اسمه في التيراج السور باش يربح الكرهبة لولا اللي باش يصير بعد شوية لعيد ميلاد. ولكن قبل خلي نذكركم واحد منكم لهنا باش نعملوا القرعة ونكلموه باش يربح الكرهبة الأولى. ولكن قبل ما تنساوش زيادة تهزوا صغيراتكم يعملوا جو في ليزانيماسيون كيدز، تابعونا في الباج اوفيسيال فيسبوك كارفور تونيزي باش تشوفوا بلانيك تورني. دونك نمشي توا قبل ما نعاود نذكركم للمسابقة الكبرى، شكون باش يدخل معانا؟ نستقبلوا الأستاذ عادل منفذ أنيس السويدي. مرحبا 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 استاذنا، شنو احوالك؟ لاباس؟ عيد ميلاد يحفل البلاد، عيد ميلاد كارفور ماركيت، هذوما واحد منهم توا هذوما الميات انفلوب اللي وقع. لحظه لحظه تفضل استاذي جهني. دونك واحد من الاسامي هذم باش يكون ان شاء الله اليوم هو الفائز بالكرهبه الاولى لعيد ميلاد العاشر تاع كارفور ماركيت. كارفور ماركيت عيد ميلاد يحفل البلاد، يلا نحطوهم هنا نرميوهم القرعة. نحن توا في اللحظات الحاسمة شكون باش يربح الكرهبة الأولى متاع كارفور ماركيت. مع العلم مازال في العيد ميلاد اللي حفل البلاد مازالت كرهبة أخرى. نختار واحد من الببليك تجي معانا. إجا للا أنت مرحبا بك، اليد البريئة فما واحد مرحبا مبروك عليك. فما واحد اليوم حرك شوية قبل ما تختار للا، حرك شوية، حرك 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 حرك، حاول خذ يمين يسار يمين يسار، فوالا هنا شوية حرك حرك هكا فوالا. يلا اختار. سعيد رح. الحظ سعيد الحظ توا. شنو اسمك؟ اللي خديجة اختارت له، خليك معانا خديجة، اللي خديجة اختارت له نمروه سعيد الحظ اللي شارك وباش يربح معانا. نطلبوا الفائز احنا توا في المباشر خاطر القرعة صارت قدامكم، نطلبوا الفائز يلزموا يهز علينا لانه ما نظنش كان عنده تليفون في السنين الاخرى اهم تليفون هذا. سي عماد ينقص. الو الو عسلامة سي عماد. الله يسلمك. مرحبا بك سي عماد، ركز معايا شويه، معاك نوف الورتاني انا مقدم برنامج ديما لاباس، ومعايا استاذ انيس السويبني عادل منفذ. مرحبا سي عماد. مرحبا سي عماد، تركز معايا شوية. احنا توا نحكيو على مسابقة كارفور ماركت، يظل لي انت ولا المدام شاركتوا في مسابقة كارفور ماركت ولا لا؟ انا ديما ناخذ. انت ديما تاخذ. باهي يا سي عماد، اسمك طلع في القرعة وعندك جايزة. ساعة عقلت الصوت ولا ما عقلتش؟ خلينا نتهناو. عقلت توا عقلت الصوت توا. مرحبا بك سي عماد. باهي احكي لي انت وين تسكن سي عماد؟ في ولاية المنستير. في ولاية المنستير، زرمدين ولاية المنستير. ديما أنت تقضي، تمشي تقضي للدار؟ معرس أنت سي عمادة؟ معرس. وأنت تقضي للدار، والله تبارك الله عليك. قل لي
اش تعمل في الدنيا؟ والله كنت شاف وجينا توا مع حاب بطال عم تريز وبطال مترسل بطال مترسل ربي يجيب القسم ربي يجيب لك القسم ولكن انت مع كارفور ماركت لانك حريف وفي لكارفور ماركت لانه عندك الكارت وفاء نتاع كارفور ماركت وتقضي منها ولانك يقضي ولا مره برك ديما يقضي منها نحسه يقضي لدارهم لانك انت شاركت في المسابقه نحب نقول لك سي عماد مبروك عليك في عيد ميلاد كارفور ماركت اللي محفل البلاد ربحت كرهبه من اهداء كارفور ماركت ان شاء الله مبروك ان شاء الله مبروك شنو تحب؟ نعم شنو تحب خير من هكا يا سي عماد؟ اللهم صل على النبي اللهم صل اللهم صل على النبي دونك انت باش تولي بطل ما ترسم عندك كرهبة شنو تحب؟ اللهم صل على النبي دونك قضيت كارفور ماركت اللي نعرفه هما من الشمال للجنوب معناتها موجودين بارتو سي عماد هاو الاستاذ انيس الصوابني العدل المنفذ انت باش تعلق تو باش يعاود يطلبك ان شاء الله وتتفاهموا وتنسقوا وتجي تاخذ الكرهبه الهديه من كارفور ماركت الله يرحم والديك ان شاء الله مبروك عليك الكرهبه الاولى سي عماد ان شاء الله نحب نذكر بالذات عندنا كهرباء ثانيه بالنسبه لكارفور ماركت على كلمه التراب التونسي اللي يحب يقضي من هنا نهار 24 نوفمبر ان شاء الله عندنا كهرباء ثانيه وان شاء الله مبروك عليه ان شاء الله مبروك عليك يا سي عماد سي فري باش تشاركوا وتربحوا الكهرباء اللي مازالت وما تنساوش الكاش والبرومو ما عليكم كان تمشيوا تقضيوا من اي مجازان كارفور ماركت وتعديوا الكارت فيديليتي وفاء نتاعكم في الكاسه وهكاك تدخلوا في القرعه وتكونوا من الفايزين شفتوا سي عماد معناتها مستحق معناتها للكادو هذا فرح وشكر برشا كارفور ماركت اللي عيد ميلادها العاشر محفل البلاد ميرسي استاذ ميرسي يحفل البلاد كارفور ماركت يحتفل بعيد ميلاده العاشر ويحفل البلاد الكل زوز كراهب مزيانين للربح كارفور كيس انيماسيون فور انفون 10 فيزين ب 100 دينار كل يوم وبرشا كادوات يستناو فيكم كارفور ماركت ديما لاباس متواصله نرجعوا لكم بعد الفاصل